بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه المحاضرة الثانية في الليبوسومز. نتابع الآن methods of manufacturing of liposomes. في عندنا ثلاث أو أربع methods راح نتكلم عنهم. المثل الأولى thin film hydration method. الاسم يعني هذه تعتمد على عمليات الـ hydration then evaporation. فالphospholipids and hydrophobic materials are dissolved in a suitable organic solvent على الأغلب chloroform in a round bottom flask. Round bottom flask يعني هذا الجهاز على فكرة اللي هو الممكن استخدامه. The flask is attached to a rotary evaporator. هذا هو اسمه الجهاز. Rotary evaporator. Vacuum to evaporate the solvent and produce a thin lipid film on the inner walls. يعني هذه طبعا بعد ما dissolution بصير evaporation أو solvent فبضل إيش؟ بضل الفوسفوليبيدز مع الهيدروفوبيك materials. The lipid film is hydrated by addition of aqueous phase. Above TM. TM اللي هي قلنا اللي هي ال critical temperature للفوسفوليبيدز. طبعا حسب كل فوسفوليبيد أو حسب نوع كل فوسفوليبيد لها temperature خاصة فيها. Containing the desired water soluble materials. Shaking is applied manually or using an appropriate flask shaker to produce multi-lamellar vesicles اللي هي MLVs multi-lamellar vesicles. إذا هاي الطريقة هي لتصنيع وتحضير multi-lamellar vesicles. Okay. Ether infusion method المثل الثاني made by injecting an ethereal solution of phospholipid. Ethereal solution of يعني الphospholipids are dissolved in ether. Injected أو added to aqueous phase above TM فوق ال TM اللي هي ال critical temperature of phospholipid followed by ether removal under vacuum بصير في evaporation للإيثر أو بعدين shaking فبعطينا هاي إيش large unilamellar vesicles large unilamellar vesicles. The liposomes produced by this method are smaller than conventional multilamellar اللي انتجناها بالمثود الأولى but issues of toxicity as a result of incomplete evaporation of ether should be considered. يعني هذه الميثود من ether residues أو إنه على الأقل تكون within إيش limit حتى إنه ما يصير أني toxicity due to ether residues. الإيثانول injection method أيضا liposomes are made by injecting an ethanolic solution of phospholipids in an aqueous phase. نفس الشيء نفس الإيثيريال solution هناك والإيثر injection method هون in an aqueous phase having a temperature above TM أيضا liposomes produced هون اللي هي SUVs small unilamellar vesicles okay small unilamellar vesicles and may have very small size 25 nanometer يعني المشتقة الأولى للمالتي لاميلر الثاني لليوني لاميلر فيسكل وهي للسمول يوني لاميلر فيسكل. برو ليبوسومز ميثود هون من الاسم برو ليبوسومز بيكونوا محضرين جاهزين يعني ممكن تشتريهم جاهزين اسمهم برو ليبوسومز بس مجرد انه تضيفهم للفيهيكل يعني فهون البرونسوم اور فوسفوليب ار فوسفوليب بريبريشنز ذات كان جنريت ليبوسومز باي اديشن اوف اكوس فيز البرونسوم ار تو تايبس اما بارتيكولات بيزد بروليبوسومز هذه البارتيكولات بيزد ار كربوهيدرات كارير بارتيكلز
كربوهيدرات كارير بارتكلز ذات ار كوتد وذ فوسفوليبيدز. اذا كوتد وذ فوسفو يعني بتكون كربوهيدرات يعني زي الستارش او الـ او الـ او النون باريل هذول بسموهم النون باريلز سكروز او لاكتوز بيلتس موجودين كوتد وذ فوسفوليبيدز بس تحطهم وين؟ ب اللي هو added particle okay هذه added to aqueous layer أو alcohol أو organic vehicle يعني. إذا particles are carbohydrate carrier particles that are coated with phospholipids. Alcohol based proliposomes these are concentrated alcohol solution of phospholipid يعني بتكون على شكل بري كونسنتريت او يعني فوسفوليبيد كونسنتريت بالكول سوليوشن ماشي الحال. فهذه مجرد ما انه مجرد نضيفهم على ايش على الاكويس فيز الاكويس فيز. هذه الفيجر تمثل كيف طريقة تحضير البرولايبوسومز يعني البرولايبوسوم المحضرة. هاي إيثانوليك سوليوشن بيكون موجود هون اوف فوسفوليبيدز اد ووتر بصير لايبوسوم اوكي. طبعا يعني تلاحظوا المي مع الكحول مي مع الكحول مع ايثر مع وهكذا اورجانيك سولفنت وذ ووتر فبصير فيه اللي هي عملية ال separation of the phospholipids to multi layers او unilamellar او uni يعني mono layers او multi layers حتى يصير في عندنا اللي هي اللاميلا وبعدين تصير الليبوسومز اللي احنا بنعرفها الفيزيكلز اوكي. هذه هي البرولايبوسومز اللي بتصير هي تحضير البرولايبوسومز يعني عفوا اللي هي طريقة تحضير البرولايبوسومز بتكون جاهزة. مورفولوجي اند نومنكليتشر اوف لايبوسومز. أول واحدة مالتي لاميلر فيزيكلز از ووتر تو ذا ليبيد أبوف اتس ترانزيشن تمبرتشر اللي هي قلنا الكريتيكال ترانزيشن تمبرتشر. ذا بولر هيد جروبس ات ذا سيرفيس اوف ذا اكسبوزد amphiphile become hydrated and start to organize into the lamellar form حتى اللي حكيناها قبل شوي اللي هي عملية استفاف في الفوسفوليبيدز according to the phase فهذا بنسمي شكله لاميلا. The water diffuses through this surface bilayer causing the underlying lipid to undergo a similar rearrangement and the process is repeated until all the lipid is organized into a series of parallel lamella each separated from the next by a layer of water. اذا طبعا يعني مالتي لاميلر الكونسنتريشن عالي جدا يعني حتى انه يصير في عندنا مالتي لاميلر. بعد هيك شوي بعد شوي mild agitation allows portions of closed packed portions of closed packed multilamellar lipid to break away resulting large spherical liposomes each consisting of numerous concentric bilayers enclosed enclosed alternating with layers of water which are known as multilamellar vesicles. إذا الخطوة اللي بعديها مع الشيكينج بصير عملية يعني اللي هي تكوين الليبوسوم على شكل فيزيكلز على شكل حلقات اللاميلا بتكور نفسها برضو. طبعا السبب اللي هو يعني ثيرموداينامك ايش
stability، يعني حتى ان تبحث عن الاستابيليتي من ناحيه التوازن الحراري، اوكي، ثيرموداينامك ستابيليتي. فهذه الفيزيكال تتكون من اللاملة شكل، يعني على شكل كونسنتريك باي لايرز، يعني باي لاير مقصود انه باي لاير يعني طبقتين، كل طبقتين مع بعض مفصولين ما ايش بطبقه من الما من الـ من الاكويس فيز. باي لايرز ان كلوز الترنيتنج with layers of water which are known as multi اللي هي multi lamellar vesicles. These are heterogeneous in size varying from a few hundreds from few hundreds of nanometers in diameter. يعني من a few hundred nanometer طبعا وطالع تصير، يعني ممكن لحد توصل الميكروميتر. اوكي الفيزيكال. فهذه اللي هي المالتي لاميلر فيزيكلز، من الاسم طبعا هي الاكبر والاكثر يعني من ناحيه سيرفيس اريا، ومن ناحيه كمان انه اللودابيلتي. اللودابيلتي يعني اللي هي هاو ماتش ات ويل how much you can load drugs inside these vesicles. Advantages of MLV: they are simple to make and have a relatively rugged construction. Rugged يعني صلب، يعني rigid. Okay. لكن disadvantage of multi-lamellar vesicles: the volume available for solute incorporation is limited. طبعا هذه الكلام يعني relative relative لأنه يعني هو هون مقصود في إنه لأنه عدة طبقات، فالمكان اللي يكون ليه، لأنه يعني مقارنة مع اللارج يوني لاميلر فيزيكلز مثلا طبقة واحدة فبتوسع أكثر كمساحة الافيلابل سيرفيس اريا افيلابل فور لودينج، هون بتكون ريلاتيفلي أقل. Their large size is a drawback for many medical applications requiring parenteral administration. حجمهم الكبير عبارة عن مشكلة لبعض الاستعمالات بالعلاج، because it leads to rapid clearance from the bloodstream by the cells of the reticular endothelial system. اللي هو الجهاز المناعي ممكن انه يعني يتخلص منهم بسرعه. الريتيكولو اندوثيليال سيستم ار اي اس. فاذا هاي يعني مشكله اللي هي انه اولا اللارج ذي ار large volume. Large volume كمان مشكلة وين بال، يعني إنه على ال small vessels بال arteries or veins، ال smaller vessels بالشعيرات الدموية الصغيرة ممكن ما يدخلوا هاي، لأن large they are of large volume. بالاضافه انه الار اي اس ممكن يعني يتخلص منهم بسرعه. On the other hand, this effect can be used for passive targeting of substances to the fixed macrophages of the liver and spleen. ايوه هذه ممكن يستفيد منها بانه ما انه الـ يعني الـ الريتيكولو اندوثيليوم بده يعمل كليرنس لهم وين؟ بواسطه مين؟ بواسطه الماكروفيجز. فاحنا ممكن نستغل هاي بانه نعمل تارجتنج لمين؟
للليفر والسبلين، لانه اكثر شيء بصير في عمليه يعني ماكروفاجز بتروح، او الوايت بلود سيلز اللي هي جهاز المناعه تبعنا، بروحوا على الليفر والسبلين. فاذا كان في اي مشكله بالليفر والسبلين ممكن ايش نوجه نستغل هاي الفرصه و يعني نستطيع علاج الديفكتس ان ليفر اند سبلين. اذا هذه ايضا تعتبر ادفانتج. Large unilamellar vesicles vary in size from around 100 nanometer up to tens of micrometers in diameter. Advantages of large unilamellar vesicles: there is a large space for incorporation drug مقارنة بال MLV. Disadvantage of large unilamellar vesicles: they are more fragile. ها fragile يعني هناك rigid أو rugged. هون إيش fragile than MLV and have increased permeability to small solutes. نخاف إنه يتسرب منهم لأنه ما في يعني ما في يعني only one layer أو one lamella to small solutes due to the absence of additional lamella. هناك يعني تعتبر شايفين يعني بالمالتي لاميلر يعني ذيك حسن انه عمليه الريليز او البيرميابيليتي، هو المقصود بيرميابيليتي ايش؟ تسرب، يعني انه يطلع الدرج اللي احنا حطيناه باللايبوسوم بهذا الفيزيكال انه يتسرب منه بسهوله. ليش؟ علشان يعني انه only one layer only one lamella، لكن بالمالتي لاميلا يعني في حواجز كثير حتى انه يطلع فمش بالسهوله. Large unilamellar liposomes are easy to make by shaking phospholipids in water. These liposomes have very limited functions and are usually made of commercial lecithin commonly found in food products. يعني الفوسفوليبيد اللي مستخدم فيه اللارج لاميلا فيسكل اللي هو لسيثن. Commercial lecithin's main function is as an emulsifying agent improving the ability of oil and water to remain mixed. اذا هذه اللي هي الـ بالنسبه للارج يوني لاميلر فيسكلز. السمول يونيلاميلر ليبوسومز او احنا نسموهم نانوسومز ار كونستراكتد فروم ذا هايست كواليتي اند هاي برسنتج اوف فوسفاتيدايل كولاين وان اوف ذا اسينشال كومبوننتس اوف سيل ممبرين. يعني يصنع من فوسفاتيدايل كولاين واللي هو يستخدم في او موجود بشكل طبيعي في السيل ممبرينز لخلايانا الموجوده في جسمنا. يعني thus nanosomes can easy او easily penetrate into small blood vessels. هاي المشكله اللي قلنا عنها بالمالتي لاميلر فيزيكلز انه large volume or large size هاي بتمنعها من انه to penetrate into small blood vessels by intravenous injection and into the skin by topical application. بينما هذه nanosomes يعني ممكن انها تدخل، ممكن تدخل على small vessels blood vessels وممكن تدخل من skin اللي هو skin barriers. Their entrapped material can be easily delivered to desired targets such as cells. واستعمالها بيكون سهل. في هون مقارنة بالصورة الموجودة هون اللي هي هذه على ال different types of vesicles. هاي ال small unilamellar الأولى. Small unilamellar vesicles
والثاني اللي هي ال سمول، بعدين انترميديت 250 نانومتر، السمول 25 نانومتر، اللارج يونيلاميلر فيزيكلز اللي هي بال 2500 يعني تقريبا 2 تو 3 مايكرومتر ان دايمتر. فهذه والمالتي لاميلر كمان فيزيكلز برضه تقريبا بالسايز اللي يعني بهذا الشكل. طبعا يعني مش انه 2500 بالضبط او 250 بالضبط، لا هاي الافرج يعني او الميديان خلينا نسميه اللي هو السايز المعدل البارتكل سايز رينج يعني. كيف هذه يعني مقارنه ما بين الديفرنت سايزز اوف لايبوسوم. طيب هون نتكلم عن الدراج ديليفري، الدراج ريليز، افلكس. افلكس يعني دراج ريليز فروم ذا لايبوسومز. كيف بخرج الدواء من اللايبوسومز؟ The rate of efflux is decreased if cholesterol is incorporated into liquid crystalline bilayers, whereas increased if it is incorporated into bilayers in the gel crystalline state. هاي الحكي حكيناه قبل هيك عن الماتيريالز added to control the drug release. ها قلنا انه من ضمنهم الكوليسترول، فاذا الكوليسترول اذا اضفناه وهي مرحله الكريستالاين ليكويد كريستالاين ستيت، ها ليكويد كريستالاين ستيت، بصير في عندنا ايش؟ افلكس از ديكريست. لكن اذا اضفناه في مرحله الجل كريستالاين ستيت، ها الافلكس ويل ايش؟ ويل بي انكريست. اذا هاي واحدة من الطرق اللي ممكن انه to control the drug release from liposomes. اثنين the nature of phospholipid also alters the efflux rate with decreasing A side chain length and degree of unsaturation causing an increase in the permeability of the bilayer. اذا من العوامل اللي بتلعب دور ايضا بعملية الريليز او الافلكس اللي هي الاي سايد تشين وال degree of unsaturation. فكل ما كان ال length of side chain، side chain اللي هي الفوسفوليبيد كاربون تيل خلينا نسميها، كل ما كان اقل، كل ما كان التشين وقلت ال unsaturation يعني ما في saturation unsaturated groups، ها بيكون في عندنا ايش؟ permeability increase. Okay, decreasing side chain length and degree of unsaturation causing an increase in the permeability of the bilayers. معنى ذلك انه we can يعني select a phospholipid اذا بدنا اياه to increase the permeability we select a phospholipid with a smaller side chain and lower degree of unsaturation. والعكس صحيح. That presence of charged phospholipids in the bilayer affect the efflux. أيضا إذا كان في أي من إذا كان في أي charges برضو it will affect الإفلكس as liposomes. Applications. أولا protection where the active materials are protected by a membrane barrier from metabolism or degradation. يعني we can protect the drug from metabolism by enzymes or degradation by acids مثلا or basic degradation hydrolysis and so on. We can يعني بنعمل عملية bypass، ها bypass يعني نتخطى المكان الأماكن الموجود فيها الخطورة هاي.
اثنين sustained release. Such release is dependent on the ability to vary the permeability characteristics of the membrane by control of bilayer composition and lamellar. قبل القليل حكينا بالسلايد السابقة عن الكوليسترول مثلا أو عن الأسايد chain length. Okay. ف we can make control sustained release أو control release اللي أيضا where drug release is enabled by utilizing lipid phase transition in response to external triggers activities such as changes in temperature or pH. يعني ممكن عملية هذه نختار الدرجز أو عفوا الفوسفوليبيدز والمواد المضافة إلها بحيث أنه يصير لها نوع من الـ response أو sensitivity to الـ to الـ to the environmental conditions such as temperature أو الـ pH. فعلى سبيل المثال إنه يكون في عندنا material changes its charge upon the pH. يعني لما تتحول من أورج من عفوا من الكالين الى اسيد التشارج ويل تشينج اند ات ويل ميك سم تشينجز في الفيزيكال بيرميابيليتي وذن انكريز اور ديكريز كنترول ذا ريليز اوف ذا درج. Targeted delivery, the possibility of targeting compounds to specific cells or organs such as such delivery can be achieved by اولا يعني هاي امثله على التارجتنج modifying on natural attributes such as characteristics such as liposome size and surface large to affect passive delivery to body organs. ممكن يعني نستغل السايز للليبوسوم مثل انه يكون يعني لما شفنا المالتي لاميلر فيزيكلز انهم ممكن انه يعني نخليهم از تارجتنج كاريرز للماكروفاجز ان ليفر اند سبلين. قبل يعني لما حكينا عن الام ال فيز حكينا هذا الكلام. اوكي فممكن انه عمل حسب الليبوسوم سايز incorporating antibodies or other ligands to aid delivery to specific cell types. بنضيف بعض الانتيبوديز اللي هي بتصير عندنا انتيبودي انتيجين انتيبودي رياكشن حتى انه يصير في بتعرف هاي يعني الطريقة اللي هي الاميون سيستمز الاميون methods بصير في antibody antigen antigen antibody reaction and drug will be يعني delivered by these vesicles to that organ. Internalization, this occurs by encouraging cellular uptake via endocytosis or fusion mechanisms to deliver genetic materials into cells. بعض ال يعني راح طبعا نشوف يعني الطريقه هاي والميكانيزم هاي لما ناخذ الميكانيزم اوف انتراكشن اوف ليبوسومز وذ سيلز هاي بصير في اندوسايتوسيس يعني بصير في عمليه انجلفنج او بلعمه باي سيرتن ماكروفاجز او لارج سيلز بتاخذ الليبوسوم مع الدرج في حتى انه يصير في يعني نوصل الدرج اللي هي الاورجان اللي احنا بدنا نعالجه. Problems اصلا الليبوسومز contain therapeutic agents water soluble drugs of low molecular weight leak into the circulating blood. حكينا هاي مثلا بالايش باللارج يوني لاميلر فيزيكلز اليوفيز هاي بصير في ليكج فهون بقول انه السمول دراجز السمول مولكيولر ويت دراجز بصير في عندنا تسرب. There was rapid interception of liposomes
rapid interception liposomes and their contents by the cells of the reticulo-endothelial system, RSA, حكيناها برضو through endocytosis that limits the use of the system. يعني إذا صار في طبعا هاي بتختلف من شخص لآخر. فإذا صار في عندنا رفض للليبوسومز بصير إنه يعني ما بنقدر نستخدمهم بهذا الشخص. The low levels of drug entrapment, physical size heterogeneity, and poor reproducibility and instability of formulations. طبعا low level of drug entrapment تعتمد على نوع الفيزيكال وعلى أيضا الكومبوزيشن. اللي يعني بيقرر اللي هو الفيزيكال سايز. Poor reproducibility يعني بدنا نتعب كثير واحنا نشتغل حتى نصير reproducible هاي الانتاج تبعنا تبع الليبوسومز. والانستابيليتي اوف فورموليشنز اللي هي فيزيكال اند كيميكال يعني بنفس الوقت الفيزيكال هل هي بتظل ثابته ولا بتفرط يعني وكمان اللي هي الكيميكال استابيليتي طبعا بين الدراج والكونستيتوينتس كلها. فبدنا نكون يعني معنى ذلك انه يعني هاي تحتاج الى كثير من العمل قبل ما انه يعني نقرر انه بدنا نعمل drug delivery with liposomes.